بيكم في حلقه جديده من برنامجنا على قد الايد، واكلتنا اللي كلها ان شاء الله على قد ايدينا. اكلات مميزه، لطيفه، ظريفه، على قد الايد، مغذيه. وهنبدا النهارده يومنا بالحلو. حلو، احب كده اليوم يبدا بالحلو، مع انه المفروض بنعمل الطبيخ زي ما احنا متعودين يعني، بس ساعات كده حلقاتها بتبدا ايه بالحلو كده اللي مفيش منه نسخه، ده عشان نبدا معانا يقعد معانا في البرن زي ما هو عايز. في منه نسخه لحقت اعملها خير وبركه، ما لحقناش يبقى نبدا بيها اليوم عشان ايه يبدا طول الحلقه ان هو يستوي معانا. فاحنا دلوقتي معانا نص كيلو من الكنافه، هنعملها كنافه بالموز. كنافه بالموز، نص كيلو كنافه مش بالمانجا، بالموز، بس هتعجبكم قوي. نص كيلو كنافه على موز بقى زي ما انت عايزه، نص كيلو اقل اكتر زي ما انت عايزه. على نص كيلو الكنافه بناخد حوالي نص كوبايه سكر بودره وكوبايه سمنه، وكوبايه ايه؟ وكوبايه سمنه. خلوا كده الكلام؟ طيب، والموز بقى زي ما قلت لك، وهنحط ايه للموز؟ الاضافات اللي احنا هنضيفها له، هنحط شويه لبن، شويه قشطه، شويه سكر بودره كده، تمام؟ طيب نعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. اول حاجه هجيب بس الصينيه اللي هذه ايه هحط فيها الكنافه. اول حاجه اهو هاخد، انا هنا عندي كوبايه سمنه، هاخد منها معلقه كبيره كده، يعني عشان تطلعيها مظبوطه بتبقى كده كوبايه سمنه، واسيح الباقي. انا حاطه كده ايه، بسم الله، بصوا معلقه السمنه اهو، شوف شكلها ايه. هو الحلو كده، حلو حلو، معلش نعمل حلو، نستحمل بقى، نستحمل. حلو الكلام، حلو الكلام. تعالوا بقى على الكنافه، يا ريت تكوني متلجاها عشان دي بتفرق معانا قوي. اما تكون متلجه بتبقى سهل ان انت تفركيها، لما تكون طازه بتفضل تمط معاكي بقى. انما كده هي سهله كده ان انا اقطعها. يعني دايما جيب الكنافه، طبعا مش في كل الوصفات، اغلب الوصفات اللي فيها صينيه جيب الكنافه قبلها بيوم. ماشي، هنفرمها، مش مهم كبه، يعني ممكن تفرميها في الكبه بس يعني مش دايما بحبها، ساعات احب يبقى فيها شويه طول شويه ان الكبه بتفرمها قوي، تبقى عامله زي الشعريه كده او اقل من الشعريه كمان. كده بالايد كده حلوه، يبقى فيها شويه ايه؟ طول بسيط. وكمان لو متلجه كمان شويه عن كده، يعني دي بايته، بس لو متلجه بتلاقي بتعملي كده تروح مفروكه منك على طول. فكده حلو، بسم الله بسم الله. بصوا كده اهو، فركت فركت. هناخد بقى نصها في الصينيه المدهونه قوي بالسمنه دي، نص الكمية، صح؟ تطلع نصها كده، تطلع نصها. تقولوا ياه الصينية اتملت. الصينية اتملت. طبعا اوعى ترموا الحاجات دي، كل ده عادي شيله، بس عشان ما تبقاش شكله بنحكش كده هنا. استنوا
نجيب ايه نجيب ايه نجيب ايه نجيب صينيه اصغر منها. استنى كده فين؟ اهي ممكن صينيه. مش اصغر منها ولا حاجه، بس معلش نسوي بيها. دي اكبر منها يعني، لو صينيه اصغر منها وايه وتدكوا بيها قوي كده. ماشي، تعالوا بقى هنا هناخد ايه كوبايه السمنه نسيح. ده الحلو اللي على اصوله بقى، معلش يعني اوعي توفري سمنه في الحلويات وتقولي طلعت مني ناشفه طلعت مني مش عارفه ايه. لا مش زي اللي بجيبها من بره، ما هو طبعا لان بره كان بيحط اكتر من كده كمان، يعني بيحط كمان اكتر من كوبايه، فهو كده كده يعني الواحد ما ياكلش منها غير ايه دواقه دواقه حلو كفايه. طيب على ما تسيح تعالوا بقى هنا نعمل ايه، نجيب الموز بالحشوه بتاعتنا بقى. الموز ممكن عشان الموز ده كبير نستعمل ثلاثة كفايه، لو هو بياخد نص كيلو موز، بياخد نص كيلو موز. الصينيه دي عايزه تزودي شويه تقلي شويه مش مشكله. نخلي واحده كده عشان نحطها ايه يتعرف ان الكنافه دي بالموز، معنى كده هتبقى قليل شويه بس ايه وريتك المحتوى وانت بقى ايه زودي زي ما انت عايزه. هنهرس الموز كده ماشي حلو قوي. لو عندك موز مستوي فيها بتبقى جميله، يعني موز بقى استوى عندك في احسن من ناشف يعني عشان يتهرس بسهوله. عندي مستويه اهي فمناسبه، هحطها هنا في البوله. معاها معلقه قشطه، معلقه كبيره قشطه، وش اللبن بقى شاريها اي حاجه ما عنديش مش مهم. شوية سكر بودرة، ما كملتش حتى النص اهو، وقليل من اللبن. اقل من نص كوباية، يا لا قولي عن نص كيلو نص كوباية عشان بس الموز ده اقل. بتحبي القرفه ممكن تحطي قرفه، حطي فانيليا هنا بقى، تحطي اللي انت عايزاه من الاطعم. ممكن ازود شويه سكر تاني. لو حابه قرفه حطيها، مش حابه خلاص. حلو الكلام. وطبعا الشربات عندنا بارد. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بقى ايه نوزع كده سمنه. وبعدين ننزل بقى ايه الخلطه دي، نوزعها الحشوه دي. ما تخليهاش تيجي على الجناب علشان ايه لما اجي اقلب الصينيه ما تلزقش. قول له ثواني لسه هحط الوش التاني، ثانيه واحده.
جلعة. أنا حكى حواديت. ماشي بص عملت الطبقة ازاي؟ تعالوا بقى ناخد الطبقة التانية من الكنافة. ما تقلقوش خالص، هتقولوا الصينية مش هتكفي، لا هتكفي. ملعقة جلاب كمان. كل ده هيهبط، لا تقلقوا. هي عشان هي ما فيهاش سمن كمان، خلي بالكم. هي ما فيهاش سمن. فالسمن هيجي ايه؟ يهبط كل ده، والطبقة التحتانية نفس الحكاية. نظبطها كده. وبقية كوباية السمنة هنحطها. ما تضغطيش قوي بقى هنا يعني، عشان في موز ما يروحش هدر. نبدأ نسقي بقى بالسمنة وندخلها الفرن على 180 درجة، وبعدين نبقى نقلبها على الناحية التانية ونسقيها الشربات بس كده. هطلع بقى فاصل واشوفكم بعد الفاصل. وفاصل وين واصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل، رجعنا من الفاصل، حطينا الكنافه في الفرن وهنعمل بقى ايه؟ غدا خفيف لذيذ كده، عشان عملنا الحلو تقيل يعني، حلو بتاع تقيل. فهو بص في الفرن اهو، اقلبه بس كده، اشقلبه شويه. بس ما اشقلبه؟ ما اقدرش اقلبه. الفه. الفه كده شويه. انا حاسه ان بياخد لون من فوق قبل ايه؟ قبل تحت. طب نعمل ايه؟ يعني حطيته تحت اهو، بس حاسه ان برضه بياخد. اصل الكنافه دي غدره جدا، زي الجلاش كذا حاجه كده، بيبقوا ايه؟ غدارين في الشغل قوي. فاحط الصينيه كده فوقيها هنا عشان تحمي شويه، انها تلونها لي قبل الجزء اللي تحت ما يلون. ماشي؟ طبعا ممكن نخف من تحت، ممكن نخف من فوق، ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل كده برضه، نخليها من تحت بس شويه عشان الفرن سخن جدا. طيب تعالوا بقى، هو حلو الكنافه بتحب الفرن السخن، يعني في حاجات كده بيحبوا الفرن السخن قوي. يعني كنت ممكن احطها في الفرن ده بتاع الكيك، في الكيك بتاعه احلى. طيب تعالوا بقى نعمل غدا لذيذ كده ابن ناس وعلى قد الايد ومغذي جدا. مكرونه بالخضار، لا لحمه ولا فراخ ولا حاجه، خايفه بنت ناس. طيب ازاي؟ بصوا بقى، انا جايبه فلفل، انا حاطه فلفل وبصل. ممكن ازود اي حاجه؟ ممكن تزودي اي حاجه انت عايزاها، يعني ممكن تغيري في الخضار ده اللي انت عايزاه. بس انا قلت النهارده فلفل هو ده اللي هيبقى البطل بتاع الوصفه. بس انا ممكن عايزه تزودي مثلا جزره، ممكن عايزه تزودي كسايه، ممكن. بس يعني ايه؟ الفلفل احلى. فانا جايبه نقوله كده ناخد شويه فلفل كويسين. فالفلفل طبعا انتوا عارفين قد ايه هو مغذي، فاحنا هنستعمله النهارده. يا دي الحصاله اللي جايبينها لي، نفسي اكتشف مين مخبي خاتم سليمان هنا. خبين خاتم سليمان، خاتم السحر. هناخد كده ايه؟ فلفل فلفل رومي، فلفل معاه فلفل حامي. ماشي، الاطفال الصغيرين مش بياخدوا فلفل الحامي، يبقى بلاش لو مش بيحبوها يعني. بس هو مفيد برضو، هنحاول نعودهم ان ياخدوا شويه حاجه حرقه سنه بسيطه كده، برضو حلوه مفيده. فانا دول حوالي نص كيلو من الفلفل. ما حدش يشوف بتاع غير المزعج ده، واحد صاحي الصبح مش قادر. تمام. ناخد كده
عشان نقطعهم بسرعة. كده أسرعنا الطريقة، أسرعنا الطريقة. ده نص كيلو فلفل. تعالى رايح فين؟ تعالى. ممكن تحطي فلفل ملون على فكرة برضو، يعني ممكن تعمليه فلفل ملون وتاخدي بقى ايه برضه نص كيلو. طبعا فلفل ملون ده كبير قوي، ممكن تاخدي نص واحده نص واحده كده برضه هيبقى جميل. بس انا قلت اجيب لك يعني ارخص حاجه موجوده بحيث ان ايه تبقى انت طبعا خلاك ان هو بي بي بيخس قوي البتاع ده نزل على ما فيش كده. يبقى عاملين كميه قد كده وتلاقيها هبطت هبطت زي السبانخ كده. تمام. بسم الله بسم الله أبطال الجمهورية عدوا العالمية بالظبط. فلفل حامي اختياري، فلفل حامي ايه اختياري. يا لا فممكن نحط واحد كفاية شوية على المشي. تمام تعالوا بقى ناخد شوية زيت. عارفين عارفين يعني انا الفكرة اللي جات لي دي بتاعت ايه؟ تخيلوا كده، تخيلوا تخيلوا دلوقتي انا هعمل ايه؟ او الفكرة دي ايه؟ ايه ده؟ عارفين عارفين مكرونة بولونيز؟ عارفينها طبعا بالمكرونة واللحمة المفرومة والحركات. هي هي بالظبط بالظبط، بس شلت اللحمه المفرومه ونزلت بالفلفل بس وبقت هي هي مكرونه بولونيز بالفلفل. ايه خدمه؟ ايه الفرق بين اللحمه المفرومه والفلفل يعني؟ ولا اي حاجه ولا اي حاجه. حط بصلايه اهي بنت حلال ما سخنتش لسه شكرا، وشويه ملح وفلفل. حابه تحطي بهارات لحمه يلا حطي بهارات لحمه زي بعض زي ما انت عايزه. شويه ملح، استنى شويه بس لما ايه الدنيا ساقعه وبتجاز سقعان ولا ايه؟ استنى عليه شويه بس. فهمتوا بقى الخطه اللي بعملها دي؟ فهمتوا الخطه طبعا. خلاص بسم الله بسم الله. انت ايه بس انتوا بصوا شفتوني بهزها هزها كده، لو لقيت ايه اهي بهزها كده شويه، فلو سمعتي شخلله في الصينيه تعرفي طبعا ان هي احمرت من تحت. سمعتي لا بتحسي ان هي بتحسي يعني بتسمعي الحس كده ان هو طري لسه او ابيض، تحسي ان هي ايه الحركه لا دي حركه حاجه مبلوله مش شخلله. شخلله دي يعني هي خلاص احمرت وتحمصت من تحت، ده اللي انا عايزاه. تمام فلسه عليها شويه بس اوعى تكون اتطفيت خالص اصلا حكايه انت بغزاله. فايه ادي البصلايه هستنى عليها شويه. ممكن اديها ايه 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 بهارات؟ ممكن اديها بهارات بهارات. ايه اللي عندنا البهارات دي؟ بهارات لحمه دي بقى باين ناخد منها شويه ناخد منها شويه. قرفه وجنزبيل برضو شغال.
بهارات لحمه، بهارات لحمه. وبعدين بقى هناخد الفلفل الرومي، نحط على البصل. دي يعني اللحمه. وندبل شويه بقى ايه الفلفل ده، يعني حبه كده تحميره بسيطه مع الايه؟ مع البصله. في بقى حاجتين، في حاجتين احنا ممكن نعملهم، يعني ايه؟ يعني انا ممكن دلوقتي احط، بس دلوقتي بعد ما احمرها شويه احط صلصه مع شويه ميه يجوز، وممكن احط عصير طماطم. طبعا عايزه اقول لكم الاكل بيختلف جدا جدا بعصير الطماطم عن الصلصه، بس هو دي بتاخد شويه وقت في السوا، في السوا انا مش هعمل لها حاجه، انا هحطها عليها واسيبها على جنب. انما الصلصه تبقي انت مستعجله، يعني لو الاكل مستعجل وعايزين يقعدوا ياكلوا دلوقتي على طول، على طول تروحي ايه؟ تروحي حطها عليها بشويه الميه بس لما تتحمر شويه الفلفل، وحطها على وش المكرونه بس، فقط لا غير. طيب احنا ممكن نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. المكرونه البولونيز بتاعتنا خلصت، يعني لسه بتستوي على النار اللي حطيت عليها الطماطم، بس سيبها على جنب كده ايه تتسبك، تمام. والمكرونه خلاص مسلوقه صح كده؟ تستوي بس تتسبك، دي برضو على الغرف، يعني لما تيجي حد ياكل تسيبي الصلصه اللي هي بفلفل جي او البرونيز اللي بالفلفل اللي احنا عاملينه، ما فيهاش لحمه مفرومه، اوعوا خيالكم يروح لبعيد، ما فيهاش لحمه مفرومه، مش عايزه خيالكم يسرح، هي اخرنا فلفل، فلفل رومي عملناه حبه كتيره كده ونص كيلو، يعني حبه محترمين، وشوحناه مع البصل كويس قوي، وبعد كده حطيت عليه عصير الطماطم. بهاراتنا كانت ملح وفلفل وشويه بهارات، او ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل زي ما انت عايزه، وسبناها تتسبك خلاص. اما اجي بقى اغرف يا اما كله هياكل خلاص هحط كله مره واحده، انما واحد ورا التاني لا، يبقى هتحطي المكرونه في الطبق وتغرفي عليها الصلصه تسخنيها بس. حلوه بولونيز ولا مش بولونيز؟ طب بولونيز بالظبط. طبعا نعمل حواوشي، نعمل حواوشي لذيذ كده من غير لحمه برضو بس في بيض، في بيض. يلا اكرمتكم النهارده بالبيض معانا. عندنا بيض، بصل، فلفل رومي، بقدونس، حزب بقدونس كده كبيره، فلفل حامي لو حبيتي، الحواوشي برضو بيحب الحاجات الحراقه، وجبنه موتزاريلا، جبنه رومي. اهو كلفت والله ما قصرت. بنعمل ايه بقى؟ بناخد الفلفل، البصل، بصل كتير، بس بصلية كبيرة دي، وأحط عليها ملح وأحط عليها فلفل، دي تمليحة الإيه الكمية كلها. طبعا بتعملي الكمية اللي انت عايزاها. وأقلب كده البصل شوية وأسيبه حبة، سيبيه حبة على ايه؟ على النار. وقلبنا دي هنا كده. تعالوا بقى. في ايه؟ في ايه مالك؟ بتسيبيها يعني طبعا على قد ما تقدري، يعني على قد ما تقدري كده، انا عماله استعبط اروح هنا شويه وهنا شويه عشان ربنا يكرمه. كل ما تسيبيها تدبل بتبقى احلى، يعني سيبيها ربع ساعه 20 دقيقه كده، يعني حبه كده كويسين. اعملي اي حاجه، قطعي مثلا الخضار اللي عندك وبعدين تعالي ايه ارجعي له. فاحنا ممكن ناخد برده ايه قرن فلفل كده ولا اتنين، ناخد اتنين عشان يوحوحوا، والله لا اوريهم. انا والله لا اوريكم. ياخد قطمة يجري على طول، والله ده يعني لا، في هنا كتير بياكلوا قرن الفلفل كده ايه
مش في كل حته طبعا يعني، اللي بيحب محبي الشطه يعني، بس برضه ما يكون كتير قوي لا تبقى متعبه. فتفتوا بس شويه كده، شوف برضه قلبي طيب والله العظيم، مش هزيك بقهم حته كبيره. ما اللي بالجرس اللي جايبينهولي ده ده. لازم اخليهم يوحوحوا كلهم. عاجبكم كده الحس ده؟ مبسوطين؟ مسلكوا؟ موسيقى تصويريه. ناخد فلفل الحامي على البصل. انا عامله عارفين قد ايه بصل بتاع يا ترى حسب الكميه اللي انت عايزاها، بس دول حوالي كوبايتين بصل مفرومين. ماشي اهو دبر شويه اهو بقى ابن الناس شويتين. ممكن ابص معلش على الكنافه حسها كده بقى ايه ليه ليه لونك فاتح كده بالجنب ليه؟ طب انا هضطر ان انا اقلبها عشان انا حاسه ان بقى لها كتير كده، بقى لها كتير كده. صينيه اكبر منها شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نجيب حاجه بعيده عن البصل. لسه ماسكه ولا ايه؟ فاتحه شويه بس ممكن اخليها ايه؟ بسم الله. فاتحه شويه بس مش مهم، انا كده كده هدخلها فرن تاني فهتاخد ايه؟ يا شوكة يا رخمه. مولعه اصلا. بسم الله. ايه ايه. ماشي خدها بقى تاني ادخلها الفرن وتكمل بقى حمراء. ما انا كنت عايزاه تبقى يعني محمر عن كده من فوق بس مش مشكله. لا تكمل حمراء جوه. ايه تاني يا ولاد؟ ايه تاني؟ اه نرجع الحواوشي. ده بصل وفلفل. وادي فلفل رومي وحزمة بقدونس بحالها كبيرة، وهناخد شوية جبنة موتزاريلا. طبعا يا ممكن ما تاخديش جبنة موتزاريلا على فكرة، يعني ممكن تبقى من غير جبن، بس انا بس بغذيها لكم عشان ما فيش لحمة. ما تقعدوش بقى تقولي بقى حواوشي ازاي واهو مش ازاي اهو. دي جبنه يا شيدر يا رومي، يا شيدر يا رومي. دول حوالي برضو نص كوبايه، والموتزاريلا هناخدهم زي بعض دول كوبايه. يلا بزرنا بقى عشان هعمل كميه كبيره. بس طبعا لو هتعملي حاجه قليله طبعا بتبقى اقل من كده بكتير، بس انا مصر ما شاء الله جايب عيش قد ايه عشان اعمل كتير. نقلب بقى البصل مع الفلفل الرومي مع الفلفل الحامي مع البقدونس مع الايه مع الجبن. جبنه رومي جبنه موتزاريلا. طبعا لو هتعملي كميه دي كده ما شاء الله تعمل لك 10 ارغفه، الكميه دي تعمل 10 ارغفه. بسم الله. نشبكهم ببيض حوالي 5 بيضات. ماشي واقلب كله مع بعضه.
حواوشي فطار محترم. تمام، هنيجي بقى ناخد العيش بتاعنا. العيش ده بايت، فالاحسن طبعا يكون طازه عشان ما يتقطعش منك، فاحنا هنلصمه بالراحه كده هنتصرف. طبعا بننقي العيش اللي ايه بيتفتح. حابين تعملوا نص رغيف ممكن، يعني انا بس عشان مقطعه من هنا كده، فانا هاخد ايه القطعه دي كده اخدها كده. يعني ايه ساعات بيبقى العيش مش عايز يفتح، فممكن اقسمه نصين يعني ايه عشان استفيد باي حاجه منه. لا ده ممكن هيفتح كله. حتى لما تجيبيه، اما انت تكون يعني ناويه تجيبي العيش للحواوشي هاتيه صغنن، كل ما يكون صغنن عملت لك كنافه. لازم مصيني كنافه بقى وحشتنا. ده انا عيني عيني حاضر. تمام، حواوشي تحفة إن شاء الله يعجبكم جدا. طب ثانية وأحمد أحط واحد بس على النار ماشي، وأنا هكمل في الفاصل. حتى هعمل لكم يعني خلاص عرفتوا النظرية إيه، هخليهم هما يكملوا بقى عشان نلحق نخش عندنا كذا حاجة. هحط بس حتة سمنة كده في الطاسة. ما هو ما خلاك ما فيش بقى اي ماده دهنيه فيها خالص، لازم يكون سمنه، لازم يكون سمنه. وهتقولي طب زيت، الزيت هيخليها تدخن معاكي ماشي. حته صغننه كده واغطي عليها عشان ايه البيض يستوي والجبنه تسيح. فهطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد الايد. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى الحواوشي التحفه بتاعنا ده، بص الجمال والحلاوه، بص الجمال والحلاوه، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هو مجرد ما كده اتحمرت بتبقى ايه خلاص اللي جوه استوى. تمام، تغننه كمان نروح حاطين كده. انا هدي عليه بس النار شويه علشان ايه، علشان اشوف شغلي. تعالوا بقى نعمل ايه تاني. هنعمل شويه قرص بالعجوه بقى عشان المدرسه بقى، عشان الشتاء كده يعني، شويه قرص بالعجوه يدوا طاقه كده وحاجه حلوه. خلي بالكم الاكل في الشتاء قوي، كله كويس يعني، طبعا يعني مش كله كويس يعني كله كتير، لا كله كويس يعني كله صح، كله حاجات صحيه علشان البرد الحاجات اللي داخله علينا دي. اوعوا تقلوا المناعه يعني، ربنا يسترها. دايما نحاول نقوي المناعه باكلات الخضار، بالمشروبات السخنه المفيده، الحاجات المهمه. قلوا سكر قوي، قلوا سكر، ان السكر ده برده مش حلو خالص، وحاولوا قلوه شويه شويه. طيب تعالوا بقى هنا نعمل شويه القرص دول. انا ولعت بقى، رجعت تاني عملت فوق وتحت عشان تبدا وش الكنافه من فوق تحمر تبقى شكلها حلو. قلنا القرص دي عباره عن ايه بقى؟ 3 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من اللبن الرايب او الزبادي، يا ده يا ده. يبقى نص كوبايه سمنه، نص كوبايه ايه؟ يا لبن رايب يا زبادي، اي حاجه من الاثنين اللي عندك المتوفر. تمام، ومعلقه خل، معلقه سكر كبيره، معلقه من الخميره، شويه سمسم، وعجوه. العجوه دي انا مطرياها، بصوا
لو حسيتي ان هي دلوقتي مش قادره تمسك نفسها حبه، هتروحي عامله ايه، هتروحي مطريه بشويه ميه على النار بس. تمام، بس ده خلاص قرب اهو. يا جماله يا جماله يا حواشي يا جماله، ما شاء الله ما شاء الله. ان هي مجرد انا بسيح جبنه وبحط ايه وبسوي البيض، الكميه الموجوده فيها مش كبيره طبعا، حاطه 5 بيضات على حوالي 10 ارغفه، فكل رغيف واخد له نص بيضه مثلا. ممكن نعجن في ايه؟ في بوله زي بعضه زي بعضه. هياخد 3 كوبايات من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. نص كوبايه من الزبادي او اللبن الرايب، نص كوبايه من السمنه، تمام، نقلبهم مع بعض بس كده شويه. طبعا لو في العجان بحط كله على بعضه واروح ضربهم مع بعض وخلاص. اوعى الكنافه تغدر بينا تطير فيها رقاب دي الا الكنافه. نحط بقى شويه سمسم عليها ونحط معلقه سكر، معلقه خميره، رشه ملح، معلقه خل كبيره، فتح العجينه حلوه. عيني في راسك مش عاوز في تمام. واجيب اللبن جنبي هنعجن بيه. حط شويه كده حبه مش كتير. يبقى كده حطينا ايه؟ 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، نص كوبايه من السمنه، نص كوبايه من اللبن الرايب او الزبادي، وحطيت برضو حوالي اقل، يعني قولي نص كوبايه من اللبن، يعني قولي كده انا هاخد لسه اهو منها كمان حبه، فقولي هتبقى واخده نص كوبايه من اللبن. معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خل. سهله اهو، بقول المقادير بطريقه بسيطه وسهله. انا عملت شوكة عجينة اهو تمام. شايفة اللون ده حلو خلاص، حابة تغمقي عن كده غمقي، بس هو كده خلاص. حتة سمنة تانية صغننة، احط الايه العيش عليها. انا بغطي عشان البخار بقى بتاع الايه البخار بتاعها يبدا ان هو يسويها حلو قوي من جوه. خدي من فوق شويه، هي من تحت بقى لونها جميل، ممكن نقلبها برضو. كان في صينيه هنا، تمام كده خلاص اهو كده العجينه. طبعا ايه انا فاتحه الفرن انا بديها وش بس هي خلاص استوت. ادي كده القرص، قرص بالعجوه، القرص دي شبه مبسوسه، شبه الايه المبسوسه. بس حلوه كده، واسيبها بقى ايه تخمر، اسيبها تخمر. تعالوا بقى عشان نشكلها، تعالوا نشكلها.
عايزين الوش ده ولا الوش التاني؟ التاني محمر اكتر. والله نقلب ونختار، نقعد نقلب للصبح. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ها عايزين انهي وش ده احلى؟ بص هو كل حاجه فيها ميزه وفيها عيب. ناخد بقى هي كده كويس. عايزين الوش المسطح زي بتاعت المحلات، يبقى هناخد الوش التاني. ها نعمل ايه؟ طب اقول لكم نسقي ونقلب برضو، عشان طبعا هقدمها على طبق يعني. بس ناخد بس الشربات وهي سخنه كده. قول له خلاص اهو خلصنا شغله. لو انتوا عايزين الكنافه طريه بعمل ايه؟ بعد ما بسقي بغطي واسيبها شويه تبقى طريه. لو انا عايزاها مقرمشه بروح ايه سايباها وشها بس بتنشف شويه منك، او وشها مقرمش حبه كده ناشفه شويه. لا انا عايزاها كنافه طريه كده وحلوه، خلاص مجرد ما بسقي بروح مغطيه على طول. تمام احنا خلصنا خلاص اهو. بصوا بقى احنا العجينه الخمرانة اهي، هنيجي بقى للكنافه العجوه، وناخد العجوه دي كده نعملها كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. نعملها قرصيه صغيره كده، اي حاجه يعني، يعني كوره عشان هي بس نشفت شويه من السقعه. ناخدها كده واعمليها ايه زي الكوره كده. تمام بطاطا قرصه صغنونه علشان ناخد العجينه دي كده حتى منها، وراح فتحاها طبعا يعني تحسب الحجم اللي انت عايزاه كده، واروح حاطه فيه قرصه العجوه دي الصغيره وابدا الم عليها كده، فتتفرد بقى من جوه ايه يعني تبقى متساويه، غير لما تكون كوره وبعدين ابدا ان انا اضغط عليها. لا كده احسن، كده تبقى متساويه بقى اهي. تمام واحده كمان خلاص خلصنا. نعمل كل الكميه بالطريقه دي، نفتح العجينه شويه نحط ايه قرص العجوه اللي احنا عاملينه، انا مسيحاه في ميه مش في سمنه اهي كده. قفلنا عليها ونروح عاملينها كده بس، ونسيبها كده وناخد ندخلها الفرن بس كده. نطلع فاصل وكم بعد الفاصل، وفاصل ونص. على قد ورجعنا من الفاصل. قلبت الكنافه تاني على الطبق التقديم بقى على الناحيه المساويه بتاعت المحلات الجهه التانيه. تمام لا هي كده زي الفل. تمام بقى تعالوا هنا للمكرونه بولونيز اللي بالفلفل. اه ايه رايكم في صينيه الكنافه دي بقى؟ فكرت بايام رمضان. هانت هانت. انا بصراحه ما بحبش اعملها كتير في الايام العاديه، بحب زي زمان كده. كان زمان لازم هو كان رمضان يعني كنافه، بعد ما كناش نشوف الكنافه الثانيه طول السنه. فانا بقى اخدت على الطبع ده اني مش يعني ما ينفعش اكلها بغير رمضان. يعني كان سبحان الله سبحان الله. تعالوا بقى البولونيز الفلفل اللي احنا عاملينه ده. انا عارفه ان في ناس هيحبوها اكتر من اللحمه، انا شخصيا بحبها اكتر من اللحمه. شويه كده على الوش. بولونيز دي ولا مش بولونيز؟ ايه الفرق اللحمه مش عايزه تتقال بين اللحمه والفلفل؟ ما فيش فرق بس كده. قوله عاليه. اوكي ادي الكنافه السخنه مولعه ما شاء الله، وادي القراص اللي بالعجوه اهي. تمام طبعا دي عشان عاملاها من بدري عشان ما كانش في وقت، كان لازم يعمل الكنافه يعمل القرص حاجه من الاثنين. تمام
كده ادي القرص اللي بالعجوه اللي لسه عاملينها من شويه زي ما شفتوني عملتها. مقاديرها سهله جدا جدا، وهي 3 كوبايات من الدقيق، معلقه 3 كوبايات من الدقيق، معلقه خميره، معلقه سكر، معلقه خل، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه لبن رايب او ايه، او نص كوبايه من الزبادي، وبعدين عجننا باللبن، شويه لبن كملنا بيهم، تمام؟ بس كده عجناها عجنه كويسه قوي. جبنا العجوه سيحناها بشويه الميه، عملنا شكل اقراص، قفلنا عليها بالعجينه الخمرانه وفقط كده لا غير. عملنا ايه كمان؟ عملنا حواوشي الخضار. اللهم صل على النبي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ تمام. انا دلوقتي لسه بكمل في الحواوشي، هو بياخد شويه وقت كده. ممكن ادخله الفرن؟ ممكن ادخله الفرن عادي جدا. اعمل بس ادهنيه بقى، يعني ادهنيه كله بالسمنه عشان طبعا مش اي ماده دهنيه هتخدمه جوه خالص. ودخليه الفرن عادي زي ما بنعمل اللحمه بالظبط. بصوا جماله. تكوينات يعني الخضار اللي هنا برضو هي عباره عن فلفل رومي وبصل وبقدونس، حزمه بقدونس بحالها كبيره، جبنه رومي على جبنه موتزاريلا على بيض، عجنتها بالبيض بس فقط لا غير. اتفرجوا عليها بقى يا جماعه، ريحتها حلوه قوي وسهله ولذيذه. اهم حاجه البصل الكتير اللي في الاول ده، حطي عليه ملح وفلفل وسيبيه الاول مع بعضه شويه كده يدبل مع نفسيته ربع ساعه ولا حاجه، وبعدين حطي عليه الخضار. صينيه المكرونه، صينيه المكرونه ايه، صينيه الكنافه، صينيه الكنافه السخنه المولعه على الهواء مباشره، تمام. قول له قول له اعمل لك ده، ماشي عيني عيني، قول اللي انت عايزه كله نعمله لك اهي، تمام. وادي المكرونه البولونيز، بولونيز بالفلفل بولونيز مش بالخضار، ما تكسفوناش ما تكسفوناش، بيني وبينكم كده. ده فلفل رومي نص كيلو وبصلايه كبيره شوحتها، حطيت عليها الفلفل الرومي متقطع وقلبته مع بعض كويس، او ممكن تقطعيه كمان مكعبات صغيره. وبعد كده حطيت عليه عصير الطماطم وسبتها اتسبكت مع ملح وفلفل وخلاص على كده. والمكرونه بقى مسلوقه، وروح حط عليها كبشه الايه الصلصه اللي بالفلفل بس كده، وعملنا الحواوشي وانتهى الموضوع. حاجه سهله خالص. جبت الحواوشي ولا لسه؟ جبت الحواوشي بس كده. وخلصنا حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم على خير في حلقه جديده مع نشر الحدوته، معلش استنوني على خير مع على قد الايد ونجلاء الشرشابي، والى اللقاء. على